ليتا واحد يعذب حاله ويتعلم السنة 16 رول. بمحلات إذا واحد عم يستعمل كاميرا قديمة بهالحالة مثلا let's say الفاتو، هول الكاميرايات القديم ما كان بيجي بقلبهم any type of light meter، يعني هذه الكاميرا بتشتغل بلا بطارية وحتى ما فيها light meter reader، ما في شيء بهالكاميرا بيساعدك أو بيقلك أي shutter speed بدك تستعمل على أي aperture تيطلع لك proper exposure. هلأ في كتير طرق، في يكون عندك external light meter بتحطه وبيعطيك هو الميجرز، في كمان يكون عندك kind of an application. بهالحالة عندي اللايت ميتر، هيدا اللايت ميتر في ساعدك كمان بحال من الحالات انه بدك تشيله تاخد ريدينج، وبيعطيك من فوق الشاتر سبيد in relation to the aperture حسب الاي اس او اللي انت بتحطه. It works، ما في مشكلة فيها، بس اذا بدك تصعب الامور على حالك شوي اكتر وعبالك to earn هيدي السوبر باور تبع الفوتوغرافي اللي بتخليك تقدر تقرا الإضاءة بدون any type of automation أو شيء خبرك، ما عندك غير حل إنه to learn the Sunny 16 rule. How does it work؟ هذا الشارت اللي عملته هو عبارة عن مقسم على أربع سكشن. أول سكشن هي الـ ISO، بعدين عندك الـ Weather اللي هو الطقس، Shutter Speed يعني سرعة الشاتر، والـ Aperture يعني فتحة اللنس قدي. مثل ما شايفين بطبيعة الحال أنا حطيتهم تقريبا من أصغر شيء لأكبر شيء. بالـ ISO عندك 25، 50، 100، 200، 400، 800، 1600، 3000 و 6400. بطبيعة الحال هيدا الشيء محدد بالفيلم اللي انت رح تشتريه. اذا عم نحكي ديجيتال بطبيعة الحال بتفوت على الكاميرا، على الكاميرا تبعك بتفوت بتغير السيتنجز بتنقل الاي اس او اللي بدك اياه. وقت عم نحكي فيلم فوتوغرافي هيدا الشيء بيكون مسبق بالفيلم اللي عم تشتريه عليه رقم معين، خلينا نعتبر 400. واذا بنلاحظ كل هالقصص الارقام المحطوطة هون بتقسموا على كونسبت اللي هو ستوبس، يعني كل نقطة بتنط من وحدة لوحدة تعتبر one stop لفوق ولا لتحت. يعني بمعنى 25 ISO إذا بتطلع one stop بتطلع على 50، وإذا بنلاحظ كله بدوبل، يعني من 25 لل 50، من 50 لل 100، من 100 لل 200، 200 لل 400، 400 800 and so on. So كله بدوبل. عندك الشاتر سبيد كمان بطبيعة الحال تقريبا نفس الشيء، كمان ستوبس بدوبلو ببلشوا من هلأ في ثانية وثانيتين وثلاثة وفي بلب مش حاططهم هون. عندك من النص ثانية ل quarter of a second، 8 من الثانية، 15 من الثانية، 30، 60، 125. أنا وصلت ل 8000، بس إذا عم نحكي بهول الكاميرات اللي بحاجة تستعمل الساني 16 يعني ما فيهم light meter، على الأرجح يعني بتلاقيهم بيوصلوا ل 500 من الثانية أو 1000 من الثانية، يمكن مش أكتر من هيك، بس أنا حطيتهم for the purpose تنقدر نشوف ونفهم الرينج كله. الأبرتشر كمان بنفس الشكل محطوطين in a different way، بس كمان stops عندك هيدي هيدي based على اللنس اللي عندك إياها. كل لنس عنده أبرتشر من رقم لرقم معين، يعني أنا حاطت F1، أكيد F1 is very uncommon ما بتلاقيها، يعني كم ليلة لنسيت الـ F1، حتى F1.4، في F1.2، عندك F2، F2.8، 4، على الأرجح أكتر الكاميرات رح تلاقيهم بين الـ F1.4 أو 2 للـ F16، F22. هون هيدا الرينج من هون لهون هو أكتر شي بتلاقي لنسيت فيه. وكمان لو مقسمين منن دبل مثل الـ ISO أو مثل الشاتر سبيد، بس هن يعتبروا هول الأرقام هو ستاندرد one stop for each، يعني إذا أنت عندك F1.4 إذا رحت لل F2 يعني one stop، من F2 لل F2.8 كمان one stop، من F2.8 لل F4
وان ستوب. ستوب شو يعني؟ ستوب يعني بتدوبل او بتنقص كمية الضوء اللي عم بتفوت على الكاميرا بكل ستوب تعملها. يعني اذا انا حاطط 30 من الثانية شاتر سبيد، اذا انا حطيتها على 60 من الثانية يعني سرعت الشاتر سبيد، يعني نص كمية الضوء اللي بتفوت بال 30 من الثانية رح تفوت بال 60 من الثانية، واذا بتنزل لل 15 من الثانية من 30 بتكون دوبلت كمية الضوء اللي عم بتفوت على الكاميرا. نفس الشيء بالأبرتشر، يعني إذا أنا عندي F2.8، إذا أنا صغرتها للF4 بكون إذا بدك خففت كمية الضوء اللي عم تفوت على الكاميرا بالنص، وإذا فتحت للF2 بكون فوتت دبل كمية الضوء من F2.8. هلا هيدا كله مش مهم، أنتم مهم تعرفوا إنه كل ستوب من هولي هولي كل نقلة من نقطة لنقطة هي one stop. اخيرا عندك الوذر، كيف بيشتغل الموضوع الوذر؟ هيدا اللي بدك تتعلم تقراه، وهيدا رح ياخد شوية تمرين وتجارب وفلومة تتصير تعرف تقرا اذا بدك التأس او الاضاءة برا بشكل مزبوط. بياخد وقت. هيدا مقسم انتو عنا تقريبا 5 نقط. عندك الساني داي، يعني اذا نهار فولي مشمس على الاخر الشمس قوية وما في غيوم، انا حطيتهم حسب الشادوز، حسب الخيال كيف بتشوفه. يعني بمعنى وقت تكون بالنهار والشمس طالعة وما في غيوم بيكون عندك هارد شادوز، يعني الخيالات بيكونوا فيري شارب، زيح واضحة. عرفت كيف؟ تنزل ستيب من هون على soft edges، يعني بيكون في شوية غيوم. بهالحالة بيكون الشادوز، يعني إذا بدك النقطة الفاصلة بين الخيال والشمس بتكون هيدا الأدج، بيكون softer، بيكون هيك شوي blurry أكتر، منه كتير واضح. barely visible shadows يعني بيكونوا النقلة من الشمس للخيال very linear، مش كتير واضحة، ما عم تقدر تشوف زيح واضح. قبل اخر واحدة اللي هي no shadows، اذا نهار مغيم كليا وما في خيال، ما في شمس وكله في، او مثلا بحال معين اذا عم تصور مثلا بنهار مشمس بس انت totally بمحل مفيع على الاخر ما في شمس، او تشيل هو اعتم شيء عندك السانسيت او السانرايز بهالشكل. شو الرول اللي بدك تتعلمها؟ بالمبدأ مثل ما حكينا رحنا انه الـ ISO اللي هو فيكست حسب الفيلم اللي انت عم تصور فيه، بهالحالة رح ناخد رحنا 400. هيدا الـ 400 بيحدد شو الشاتر سبيد اللي بدك تستعمله. بهالحالة اقرب شاتر سبيد لها هي 500 من الثانية. سو هول اثنين هيدا الشيء صار فيكست، ما بقى يتغير. منيح؟ الابرتشر انت بتنقيها حسب التأس. شو يعني الرول تبع الساني 16 رول؟ هي اسمها ساني 16، يعني وقت يكون عندك الساني داي، ساني داي انت بتروح على الاف 16، من هون بتبلش. هيدا فيكست، هلا هيدا بيتغير حسب هيدا الشاتر سبيد، بيتغير حسب الاي اس او. يعني اذا انت منقى جايب فيلم اي اس او 100، شو الاقرب شيء بيكون 125. اذا انت جايب فيلم 50 اي اس او، شو اقرب شيء بيكون 60 من الثانيه. اذا انت جايب فيلم خلينا نقول 800، بيكون اقرب شيء اللي هو 1000 من الثانيه. سو هيدا بيتحدد الشاتر سبيد حسب الفيلم اللي منقيه. خلصنا منه. الابرتشر بتتحدد حسب التأس، يعني ساني 16 اسمها فيها ساني 16، بتحط F16، صار عندك 1 2، والاي اس او الموجود بالفيلم خالصة، هيدا التريو تبعك. اذا soft edges يعني
في شمس بس في شوية غيوم والأدجس تبع الخيال منه كتير شارب. مثل من هون لهون بتنزل one step، بتنزل one step بتستعمل F11. إذا هيدي نزلنا من هون لهون، إذا بتنزل من هون لهون one step barely visible shadows، يعني في غيوم وفي غيوم زيادة والشادوز منهم كتير واضحين، بتنزل من هون لهون بone step، تنزل بتحط F8. سو بيصير عندك الشاتر سبيد، بعدنا عم نحكي على 500، نزلت على البيرلي فيزيبل شادوز بتنزل على الاف 8. بتنزل بعد اذا ما في شادوز، اذا نهار مغيم كليا والشمس ما مبينه، ما مش قاطعه من بين الغيوم، بتنزل للاف 5.6. او اذا عم بتصور مثلا بنهار مشمس مثل ما قلنا، بس انت بالفي واقف جوا تحت شي خيال شجره او شيء، تنزل لـ F.5.6. وأخيرا إذا أنت قريب على السانسيت أو السانرايز، يعني الشمس تقريبا رايحة والإضاءة كتير خفيفة، بتنزل للـ F4. هيدي هي إذا بدكم باختصار الرول تبع السنة 16. هلأ بطبيعة الحال بدها تجارب وبدها، يعني رح تروح كذا فيلم. أنا بشجع أنه تنزلوا مثل application اللي هي أنا عندي a couple of ones، اللي هي light meter. هلأ فرجيكم إياها. هذه light meter بتحطها وبتقري لك الضوء، بس ما تستعملها كل الوقت. أنت بلش بتقدريا جرب، شوف شو الإضاءة وشو معقول تكون settings تبعولك، يعني بيس على الإضاءة تبعولك شو الaperture بدنا إياه، وشوفها. وبعد ما تقرر انه انا برأيي بهيدي الاحوال الطقس انا بدي يكون حاطط هالابرتشر، ساعتها شيل اللايت ميتر تبعك وقري الضوء وشوف قديه كنت صايب انت، اذا زايد او نقص نقطة، او يعني وين انت من المعادلة اذا صايبة ولا لا. سو هيدا بخصوص الرولز. هلأ فيك تجي تقلي انت انه كتير منيح، انا ما بدي صور بخمسمية من الثانية حتى لو حاطت فيلم 400. بقلك انه اكيد فيك، بس اول شيء بدك تفهم هيدا السيستم كيف بيشتغل، ومن بعد ما تفهم هيدا السيستم وتطبقه ساعتها فيك تنتقل للفيز الثانية اللي هو تلعب بالشاتر سبيد حتى لو كان الفيلم تبعك معين عليك تسنقي 500 of a second. كيف بيشتغل هالموضوع؟ شيلها وحط هاي محله. هيدا نفس الجراف، بسطته شوي، شلت بقية القصص وحطيت الابرتشر والشاتر سبيد. مثل ما نحن حكينا انه حسب التقس انت بتنقي الابرتشر، والشاتر سبيد بتكون هي بيس على الفيلم. يعني بمعنى اذا انت، خلينا نبلش مثل ما كنا حاطين، انت حاطيت 500 من الثانية وانت عم تصور بنهار مشمس كليا، راح تحط F16. منيح. جيت انا بدي غير بالسيستم، يعني ما بدي صور انا 500 بالثانية، بدي صور 125 بالثانية. عرفت كيف؟ شو بعمل؟ بدي عد بكل بساطة مثل ما حكينا عنهم انه هولي R steps وكل وحدة one stop. من هون من 500 أنا جيت على 250، ومن 250 جيت على 125، يعني نزلت one stop two stop. وقت تنزل basically بتكون عم تفوت ضوء أكتر. So you have to compensate بالaperture. بدي الaperture صغرها تفوت ضوء أقل. بما أنه هون نزلت نقطتين، هون بدي اطلع نقطتين، يعني بدي اطلع من ال 16 لل F22 وبدي ارجع من ال F22 لل F32. بهالحالة اذا نزلت من 500 لل 125 بدي اطلع هون من 16 لل 32. هيك بكون عدلت، حتى لو الفيلم تبعولي بعده بالكاميرا الـ ISO تبعول الفيلم 400 وانا هون نقى اقرب شيء له اللي هو 500،
قدرت انزل 2 ستوبس وهون بعدلها بالابرتشر بطلع 2 ستوبس لفوق بتضل الصوره تبعولي properly exposed. يعني اذا انا بدي صور بنهار اعطيكم اكزامبل تاني، اذا انا بدي صور بنهار ومستعمل فيلم لنهار يعني less sensitive، خلينا نقول فيلم 100 او 50 ISO 50، ISO 50 انا رح كون عم نقى 60 من الثانية لانه هيدا اقرب شيء لل ISO 50. بالنهار مشمس انا رح كون طبيعة الحال بعدني مستعمل F16، هيدي ساني 16 رول. يعني انا ب 60 من الثانية لانه الفيلم تبعولي هيدي محدد لي لانه انا الفيلم اللي منقاه هو 50 ISO، منهار مشمس بدي اياه 16 الابرتشر. انا بدي صور خلينا نقول بالنهار بدي صور ب 5.6 او بدي صور ب let's say F4، بدي اكتر اخلق depth of field، بدي صور portrait لحدا وبدي الباك جراوند يكون kind of شوي blurry out of focus. هلا انا عم شدها شوي، خلينا نقول نقيت بدي صور ب F4 ما بدي صور ب F16. بسيطة بتعد من ال 16 لل 11 1 ستوب، من ال 11 لل 8 عندنا 2 ستوب، هون عندنا 3 ستوبس وهون عندنا 4 ستوبس، نزلت 1 2 3 4 to compensate من هون لانه هون صرت عم فوت اكثر ضوء، لازم هون سرع الشاتر سبيد تو كومبنسيت هيدا الشيء، لانه اذا لا هون عم بيكون فات كتير ضوء علي رح تطلع الصوره اوفر اكسبوز، رح تطلع الصوره محروقه بيضه. سو هون مثل ما هون نزلت 4 ستوبس هون بدي اطلع 4 ستوبس. سو من الاف 60th of a second بدي اطلع اول شيء ل 125 نقطه، بدي ارجع اطلع على 250 نقطتين، بدي ارجع اطلع لل 500 ثلاث نقاط، بدي ارجع اطلع للألف من الثانية اللي هي أربعة. سو بالحالة اللي هن 4 تقدر صور انا بفيلم 50 ISO على aperture F4 لازم يطلع الشاتر سبيد تبعولي لألف من الثانية. هيدا المبدأ تبع السوني 16. بطبيعة الحال هيدي بدها اكزرسايز، بدك تطلع تصور تجرب تتعلم تشوف نتيجة تبعك زبطت ما زبطت. وانا بشجع انه تتصور كل ما تروح تصور فيلم وعم تستعمل السوني 16 تاخد معك سمول بوكلت، وكل ما تصور صورة تأيد شو السيتنج اللي انت نقيته، كرمال بعدين وقت ترجع تظهر الصورة تقدر تشوف قدي سبطة وقدي كنت غلطان تتعلم. هيدا كل شيء تقريبا. خلينا نرجع ننتقل للفيو توب فيو ونكفي الحديث ونختم. بعد ما شفتوا هالسمول شارت اللي حطيته ان شاء الله يكون واضح لكم. بعرف هلا بطبيعة الحال في يكون شوي كونفيوزنج بمحلات معينة، هيدا الشيء بدك تعيده وتعيده وتعيده، بدك تجرب تصور فيلم واثنين وثلاثة واربعة، و you have to make sure انه عطول تاخد notes. يعني كل ما تاخد تصور صورة شيل ورقة تكون معك اكتب هيدي الصورة مثلا بالفلان المحل this type of picture استعملت مثلا F8 على shutter speed 250 ثانية اللي هو بتأيدهم كل مرة، وقتها ترجع تظهر فين تطلع فيهم وبتشوف انت it's overexposed or underexposed لكن بهيك حالة افضل استعمل shutter speed اسرع او ابطا. هي عبارة عن exercise بتعمله، بس وقتها توصل لمحل تفهمها تصير تحسبهم براسك بسرعة بلا ورقة وقلم مثل ما عملنا. it's really nice، بمعنى بتروح بتلقط كاميرتك انت وماشي بتحط بتطلع بالسين بدك تصورها دغري بتعرف شو وقت تعمل، بتحط ال settings تبعولك ال aperture والهيدا تيك بتشيل بتصور. it's very rewarding و you will enjoy it definitely.
هيدا كان كل شيء لليوم، ان شاء الله كان مفيد لكم. بليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب، وبنشوفكم المره الجايه. تشيرز.